وينو الحل سي يوسف؟ صرت المرة وجيتنا هنا عندك حلول. أيه. نجم تعطينا شيء الحلول ونشوفوها مع بعضنا، وفما برشا زادة حلول أخرى باش تتقدم في البلاتو هذا. شو ترى الحل؟ كالعادة جوست دقيقة. باش نمنعوا القطاع هذايا ولا مش منعوا القطاع هذايا، نحبوا الاستقلالية نتاعنا. باهي، جوست فما زوز مفاهيم صغار نحب ماذا بيا نصلحهم في الأتقال. الحاجة الأولى على حكاية كلهم يخرجوا في الدوفيز، أنا فما حاجة نسميوها بيلون دوفيز. اي برودوي دخلته لتونس بارابور للبري دو فونت نتاعو قداش بارتي منه دوفيز قداش بارتي منها لوكال. دونك كيش نقولوا كلهم دوفيز عباره نحب نقولوا هذا 100% هذا 100% اور كو لاخ سي 100% 100% امبورتاسيون بارابور 100% قداش منه طو دانتيغراسيون نتاع قداش سيدي حتى كان 100% 100% واحد 100% نت والاخر 100% وكي صدر يوليو 80% باهي مش مشكله اعطينا الحلول اللي تفهم الاتقال كانوا الانديبوندونس انرجيتيك هي اهم من الصناعه. كانت تكون صحيحه لو كان ما عندكش صناعه، كانت تكون صحيحه لو كان الصناعه اللي عندك ماهيش كومبيتيتيف ما عندهاش كاباسيتي تتفهم هذا صحيح. اما اذا كانت اليوم عندك الاندستري اللي كومبيتيتيف وعندها الكاباسيتي نيسيسير تي بالعكس سي تان اتو ماهوش انا كومبيتيتيف اكثر خير من اللي داكور والصناعه اللي عندك بالعكس تزيد تعاونك باش توصل لانديبوندونس انرجيتيك وتولي اكثر انتجراسيون. لا نولي نشجعك الانتجراسيون نتاعك اكثر تولي لو تو تزيدو كو نخمم في حاجه اخرى تصير بطبيعتها هي اصلا معناها احنا تو جوست باش نقولوا كيفاش وصلت تركيا للمرحله هذيك كيفاش احنا ماذا بينا نوصلوا للمرحله هذيك اي صناعه. دونك انت شنو تقترح؟ نقترح فما الحاجه الاولى يلزم الاندستري لوكال توصل سوي مينيمال C'est-à-dire En deux mots, il y a des seuils de compétitivité ou des seuils d'intégration. قداش قداش انت تتحدوا في قداش مثلا من 40 قد تولي ماذا بيك انت توصل توصل فوق للصو ما خلطوش للصو احنا تو لا احنا الاوبجيكتيف نتاعنا في تونس حب نعمل 500 ميجا بارون معناها ماناش اي تنجموا بطبيعه بوسيبل اصلا انت كي تفوت الصو D'office, il y a un fournisseur de matières premières, de bois de jonction, de câbles. C'est une opportunité. Il faut une puissance de 200 mégas, 300 mégas. Et il y a une personne qui 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 a une naturellement. Donc, l'objectif, c'est quoi? Quand on a un programme, on a l'industrie locale, qui a une taille et qui a شنو نجمو نوصلوا بها؟ إذا كان باش نوصلوا بها شنو الكلفة؟ وشنو اللي نستنفعوا منه؟ ككلفة في بالي ما فماش كلفة، ماناش طالبين لا دي سيفونسيون لا طالبين يعني. ماناش طالبين فلوس. ماناش طالبين فلوس نحن. واضح. احنا جوست اللي طالبينه كونو الماتيير البرودوي فيني امبورتي يرجع للريجيم جينيرال كيف وكيف أي ماتيير أخرى، نظرا اللي عندك اليوم في تونس أن إيكيفالون برودوي لوكالمون كما موجود في نص القانون. ولكن البروتكسيون هذه ما تكونش زادة كما قال توا سي عدنان مسيبة على طول، في نسبة 10% ممكن نمشي معاك، في نسبة أما إذا كان أنت باش تولي عندك الإكسكلوزيفيتي وتولي في تونس تولي تفرض عليا، نولي لا، نولي أنا بيدي زادة، نولي نقول لك أخويا ركح لي السوق نجيب من برا، كما موجودة في مواد أخرى. معقول. اوتور دو 10% يا سيدي على ليميت 12% يزيد نمشي معاك اما اكثر من هذا هو ذاك علاش نوقف نولي نتعدل هو ذاك علاش نقولوا لازم نعملوا برنامج هي مثلا طب. الدراسه اللي قال عليها سي شكيب نجم الحاجات تقول لك لازم تعمل بروتكسيون على مده زمنيه معينه أي. وكل عام تعمل ريفيو هل عملناه اليوم شنو العطاء أي. اذا كان لي زاندستريال اونتر كومي ظهروا مستكبرين وكبروا كروشهم وخدموا لروحهم قداش المارج تاعكم؟ هو بالوضع الحالي بيسكو ما تقوليش صفر بيسكو اون كومبيتيسيون ديريكت افيك لي بانو شينوا سون زوكين بروتكسيون دوانيير بون لي مارش تلقاها في ال 4 5% 3% في الزون هذيك دونك نرجع نقول اذا كان هو باش تلقى كونو لي زاندستريال استعملوا شيء هذا للمنفعه نتاعهم ما استعملوهاش للانفستيسمون ما استعملوهاش باش يقدموا باش نمشيو في البرنامج اللي حاطينه نجموا العام اللي بعد نقول نرجعوا بتوالي معناها نجموا كل عام نقيموا ونشوفوا الحاجه اللي من بعدها لو فات كونك انت كدوله ولا كحكومه ولا كوزاره تبني برنامج مع المهنه، المهنه تنجم تقدم باش نعطيك حاجه توا مشكله عندنا اليوم نحن كونكريت كيفاش؟ احنا اليوم وصلنا ان بالي معين نورمالمون اون في ان انفستيسمون في دوزيام شان دو برودكسيون تعملها ولا ما تعملهاش؟ اذا كان انت ما تعرفش غدوه دروا دوان كم نجم يكون 10% اللي هو انت تخلص وهو يخلص ينجم يرجع حالك 0% الانفستيسمون تعمله ولا ما تعملوش؟ لا ما تعملوش بالطبيعه تعملوش. اذا كان ما تعملوش ماك ما تقدمش صحيح دونك لو فات كونك في الدوله نمشيو في السياسات كما قال سي شكيب وسي عدنان
نورمال سياسة على خمس سنين القدام حاجة في موين تيرم لون تيرم. إذا كان ما فماش شيء هذا ماكش باش تنجم تقدم فاسون فيكاس. وإذا كان هو يبدا بها سي مراد قبل قال لك ما عندكش فيزيون القدام خاطر ما كلمة من جهة أخرى أنا سميتهمش. دونك في الأخر إذا كان احنا نحبوا نوصلوا ريت مؤكد في الخمسينات والستينات جبدنا على كوريا مؤكد ألا الفيتور لو كان أعطيني حل شوف ما عنديش أعطيني حل هو الحلول نرجع نقول فما دراسة عملتها وزارة الصناعة والطاقة به تطبيق الحلول الموجودة به واضح واضح أكهو سالي اوكي اعطينا حلول تحب الحل هنا المارشي موجود اوروبا جوست اكوتي وعندنا ان غرون مارشي ديكسبور تاع الهيدروجين فير اللي يلزمه فوتوفولتايك ويلزم طاقة رياح وكل شيء Le marché il va devenir très important. Mm-hmm. Si on veut faire une industrie locale avec une belle intégration, un marché de 8 gigas, contre 2035, 9 mégas, نجم دولة تشرط على les investisseurs الكبار تقول له عمل لي la cellule هنا في تونس مثلا ولا تعمل معمل تاع فير بلا Les investissements sont très lourds. علاش هو يتنجم يشوف واحد ان سو تريتون يعمل له في تونس؟ من الدوله هنا المارشي دوله تقول لك انا المعمل نتاعو التكنيك مريقل وريناه في الفي تي ار ماهوش ينجم يشرط باش يولي يشوف ان سو تريتون في تونس يخدم له حاجات معينه. يلزم بارتناريا هنا هنا يلزم. با فورسيمون هو. هو تو ليتا تونيزيان وش تشوف. فهمت شو تقصد وناس عليه؟ فاهمك هو ما ينجمش. مش بشرطيه هو. هو بالكاباسيتي نتاعو ما ينجمش يعمل لا سيلول. سيلو المينيموم عندك كي يكون 400 مليون ولا قداش دانفستيسمون دونك هنا سعلي يشرط اللي هو يلقى فورنيسور في تونس يتعاونوا وياه بوتيتر هو يمولوا ويعمل حاجه باش يولي يصنع في تونس اي اما با فورسيمون هو بيدو يعملها ليه يلقى يشوف ان بارتنير يشوف ان بارتنير لكن هنا علاش تجبد تركي انت وحده عندهم مارشي احنا كان تخزر المارشي نتاعنا مارشي نتاعنا حكه راهو صغير عندك تصدير للتصدير عندك هنا تصدير لو هنا يلزمك ان بارتناريا قوي سواء اوروبيان سواء شينوا اي تو في لانتيغراسيون فيرتيكال ودراسه تكون بيان بريسيز باش توصل لي بري تاع سيلول كيما في العالم كيما علاش نقول لك انا تو 85 من صناعه السيلول في البانو فوتوفولتايك في العالم سي شينوا الامريكان ولا يشيروا من غادي لي زوروبيان سي بروبليم دو كوره اوفر دو مون فما فرق ما بينش السيلول وما بينش بانو يشرب بانوات فما فرق في المانيا يشرب بانوات فرنسا اي لا فما فرق ما بينش انا ما انا نحب نمشي هنا الفول اللي تري فيت على ترانزيسيون انرجيتيك ما عندكش حل اخر دونك هذا الحل برومورديال بور سوفي لاندستري قبيله باش نعلق على سي عدنان على البنكيجي انا في الحلول توا على البنكيجي ما نجمش نبدلو خاطر انا خاطر هذيك باش نرجعها خاطر كاني انا البنكيجي المالو ميرسي قال لي انا حقني راهو هناك نقول لك علاش خاطر الاندستري مانيش نرجع لها هذيا مانيش نرجع لها ما يسالش لا لا مانيش نرجع لها قلت لك مانيش باش نرجع لها باهي دكور قول لي في الاوفا هذه مش نرجع لها خاطر ما نقبلهاش باهي دكور تفضل سي انا عندي حلول للمصنعين وزاد للسياسة التونسية في القطاع هذا للمصنعين أنا نعطيها مساحة ايه باهي عطيتكم مساحة يخدموا المصنعين هما والمصنعين اللي في المجاورينهم في القطاع معناتها اللي باش يخلقوا الايكو سيستيم هي كلمة ايكو سيستيم تقالت من الأول قالها يوسف وهذيك كنا ركزنا عليها نخدموا على الكم وعلى الكيف زوز مع بعضهم في القطاع هذا ما عندكش الكم وما عندك الكيف ما تنجمش تخدم إلا إذا تكون عندك تكنولوجيا أنت ملكها واللي هذا مش سيبالكا واللي هو صعيبه شويه ما اللي لا. اللي في الوقت سيبالكا. الحاضر نجم يعمل يزمي يبني هو يبني حاجه وبعد يعمل تكنولوجيا نتاعو ومن ثاني حاجه 50% من المداخيل فقط محليا لازم يخدموا على التصدير ويبنيوا هما كموديل ايكونوميك مبني على التصدير على خاطر ريتو كيفاش اللي نحن معناتها حتى مصنعي قطاع السيارات كلهم راهو خدموا على السوق العالميه مش بنيوا على ان تونس تمشي من عندهم قطاع السيارات تونس خلاتهم فرضت على المستثمرين باش يدخلوا لتونس وهما بعد باعوا في اسواق هوني توا باش ننجحوا كقطاع هذا القطاع هذا واعد قطاع واعد اما هو قطاع كما تقول سونشان دو فالور مونديال ماهيش مربوطه بموقعه في تونس ولا حاجه الاستثمارات تاع لي سونترال استثمارات عالميه والتمويل تاعهم عالمي ما تتكيح باش يعمل 50 مليون دينار ولا 60 مليون دينار باش يعمل سنترال هي تسمى صغيره ما تنجمش تبعوا بانكا في تونس
ما نجموش تبعوا، والمستثمرين بيدهم التوانسه ما عندهمش امكانيات قويه باش الديفون يجيو من برا. هو جينيرالمون ما عادش يجيو، علاش؟ بخلاف التصنيف والكل، السوق ما ثماش سوم تاع التمويل في تونس، ما نجموش الضمانات اللي عندهم. صحيح. العديد من العراقيل خلاته ان السوق هذا خرجت تونس، خرجت من السوق نوعا ما العالميه في الحكايه هذه. كيفاش ترجع؟ لازم تعمل ان ايكو سيستيم كامل فيه الهندسه فيه التمويل التونسي نوعا ما، معناتها شويه جارانتي يعطيها للمعامل. حتى تو نحن عندنا في قانون الماليه سنة قال لك باش نزيدوا نعطيو سوتيغار نعطيوها راس من حسنوه فيها راس مالها، تولي تعطيهم معناتها من غير ضمانات. هم استوفوا ضماناتهم الكل وقتك تو نوعا ما المصنعين نجموا ياخذوا قروض من غير ضمانات باش نجموا يستثمروا للتصدير، باش نجم يدخل في سنترال مش في تونس، سنترال في البلاد واحده اخرى. ما دام هو ينجم يدخل في قال لك انا فرتسوم انا والشينوازي، انا هو والشينوازي فرتسوم، شنو ناقصه باش يدخل فيها؟ يدخل ريفيرونس. ما تعرفش علاش ما ينجمش يدخل لبرا؟ خاطر ما عنده حتى ريفيرونس. خاطر الريفيرونس حتى في بلاده ما عندوش. خاطر في بلاده كيفاش تحبوا يخرج لبرا؟ هذيك المشكل. دونك هو يلزم يتعامل مع مناطق. علاش قلت لك خاطر بلاده؟ سامحني باش نفسرها هذه. بلاده ما تعطوش بلاده لا. قالت اللي باش يجي يعمل سنترال كبيره يلزم يجي برا، يلزم يكون عنده لي ريفيرونس قبل. انت قسيتني اوتوماتيكمون تونسي. هو لهذا الحل. ليش نجم يجي كان واحد ببرطله في تونس يعمل سنترال كبيره؟ الحل ايش قعد له الحل؟ يمشي مع مكاتب الدراسات والهندسه الكبار في العالم، وهما يفرضوه في لي بتيت سنترال بشويه بشويه، خاطر مدقساوه مع تخرجوا خاطر في تونس ما قبلوش يمشي لبرا. تعلم انا نعطيك انت احكي انا جربت كيما نحب. اما خير النجاح الكل تعملوا لبرا مش مع تونس. قصص انا نعطيك تو الواقع، نعطيك النصيحه نتاع الواقع كيفاش نجم يتويت هو نجم يقدم ومعته هو وامثاله. انا عندي حل اخر باش ينجح راهو. تعطينا حلول تاعك تسمعوه. بالنسبه لتونس كيفاش انت تقول لي نحب تو عندي صناعه محليه وتود انتجراسيون، يلزم نتعملوا كيما حتى تونس، يلزم المواصفات تاعها تقوي فيهم وتحط كراش شروط وتحط المعاينه في التوريد من 2017 ما خرجش. باش ما تصير تعب ما كانش شنو باش تراسي من هوني القديم باش تولي كي المكيفات راه اشتراهم داخلين ما تعرفش كيفاش. تو نحن حاجه باهيه عندنا لي بانو مصادق عليهم لي زانستالاتور اكريديتي نستحفظوا علي عندنا هذا قبل ما تتفرعس ونكملوا نسكروا المنظومه بالكدا. خلينا نحفظوا على القيد، نستحفظوا على الموجود على لكي هذا. وثاني حاجه نحسنوا في المواصفات ونطبقوه ونهبطوا على التيران، ثبتوا الناس شكون تخدم بالمواصفات ولا خلينا نستحفظوا على الموجود على الكريديبيليتي تاع السوق الموجود. اول حاجه شكون يهبط للتيران يثبت لا نمو داكور معاملين كومباني في السونس موجود موجود اي في بالي نعرف علاش قلت حاجه ما يكملوا نشجعوهم باش يكملوا في الحكايه هذه. ثاني حاجه يلزم توا ثم ناس قاعدين ما قلنا توا باش ما نجمش يدخل يقارن روحه بالكبار برشا، يلزمه يجيب حاجه جديده ابتكار يدخل في نيش ولا حاجه. كيفاش باش يمول هذا؟ يلزم تمويل يكون موجود خاص بالحكايه هذوما بتاع الناس اللي ينجم يحب يبتكر ولا يحب بدون مقابل معناتها رهنيه بنكيه ولا حاجه، نجم هو يدخل في نيش تاعك اللي فوتو بانو فلوتون في بانو فليكسيبل في حاجه يحب يدخل في حكايه مهمش. لا تروبيكاليزاسيون دي بانو باش يكون للمناخ تاعنا يدخل باش يدخل في المزاده في الاسواق الافريقيه اللي يمكن بعض البلدان الاخرى ما تحبش تغزر لها خاطر هما يغزروا الاسواق الكبار ما يحبش. هو لازم يدخلوا في النيش تاعو التوانسه كان يحبوا يدخلوا في الاكسبور وياخذوا بلاصه باهيه يدخلوا في النيش اللي تصعب على اللي ما تعجبش الكبار لي جيون مونديو معناتها العمالقه. اخر حاجه يلزم الدوله التونسيه تعطي تعريف ديفيرونسيال ستيك. نرجع هوني نعطي حم مسؤوليه ستيك اللي هي طيحت السوم وما قبلتش ومن بعد عملت على الترونسبور وما قبلتش السوم نتاع الترونسبور نتاع الانترسيت وعملت معناتها العديد من الحملات اللي خلات نوخروا البرامج. فرضت روحها ستيك فرضت روحها. هوني توا تونس تفرض انه هذوما اللي يصنعوا بالبانو التونسي عنده سوم اللي تشري من عنده ستيك اغلى من الاخر. هو تستيك تشري باسم تونس تشري باسم هي هو في لي مارشي بوبليك الكود دي مارشي بوبليك. تفضل سي شكيب روح تعدل لك الكلمه سي. اولا نحب نعمل ملاحظه قبل ما نمشيو للواحد هو اللي ديما كي ترجع لي الستيم. لا باهي نحيو الستيم نحيوها بيان سور. كي قاعدين نحكيو على الانتاج التونسي في هذايا القطاع هذايا نراو في سي يوسف ما يلزمناش نغزو سي يوسف. ها خاطر ما يلزمناش نغزو سي يوسف اليوم فما سي يوسف غدوه كي تبدا فما استراتيجيه بالحق ونراو اللي استراتيجيه قاعده تتحط اون اوفر اليوغا
دوتر تونيزيان اللي باش يعملوا الاستثمار يعاودوا يرجعوا الاخرين ويعاودوا يعملوا استثمار اليوغا دي زيترانجي اللي باش يجيو يعملوا استثمار دونك سي ني با مش هو سي يوسف يلزم يعمل معمل باش يغطي حاجيات نتاعنا نتاع ال 10 سنين القادمين دونك تحل سيولوجيك انت عندك سوق يلزمك السوق هذاك تجبد الناس كيما عملنا في قطاع الغيار عندنا دي شامبيون مونديو توينس سي فري مي جبنا دي زافونتاج باش جابوا باش ولاو كونوا مثلا ها نحكي لك توا هذوما الاقتراحات نتاع وزاره الصناعه والسيتي كي تجي تقول في تونس موجود اي القطاع النيميرو الان والدو والترو في تونس في ليفيسيو دو كاب الكبارات نتاع العالم الكل موجودين هون علاش؟ على خاطر الان تونسي وترو خاطر عملنا لهم الطاعه عملنا لهم الطاعه تخلقت صنعه عندنا لي كومبيتونس نجحوا كي مشاو لبرا نجحوا عندنا لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل الاولاني مازال في عندنا ليكو سيستيم اللي كنا نحكيوا عليه في بالك تحكي بكري على ليكو سيستيم احنا في تونس عندنا واحد مصنع تونسي اليوم لا ميم انستالاسيون اللي في تونس تكلف لك في الدار 30000 دينار لا ميم في فرنسا تكلف لك 13000 يورو اللي اليوم تكلف لك في تونس 13000 دينار لا ميم في المغرب اليوم تكلف لك 26000 دينار علاش على خاطر اليا ان ايفي تومبيرون سور لي بري غدوه لا قدر الله المعمل ولا الزوز اللي بقاو هذوما يتنحاو بور لي امبورتاتور ما عادش فما الريفيرونسييل لوكال اللي نجم يوقف اللي تنجم تحسب عليه اللي هما يفيكس لو بري بين بعضهم نرجع للي اعطيني حل ريكومونداسيون عندك الاولى في لي زابيل دوفر ولي زابيل بروجي اللي كنا نحكيو عليهم بكري نتاع الدوله الاولويه تونس تحط كلوز دانتيغراسيون لوكال تو امبوز معناها تفرض تفرض فوالا تفرض والكود دي مارشي بوبليك كي بريفوا سولا الحكايه تو مي ان بلاس اون بلاتفورم دي انوفاسيون جبت بكري على يلزم يكون فما في تونس في بالك مثلا في تونس عندنا الكريدي امبو ريشيرش بور لو ريشيرش ديفلوبمون اما تلك معمول في قانون الماليه اللي فاتت يلزم الكونتراتو مع اون ستركتور بوبليك دو ريشيرش اتسيتيرا اذا كان هو يعمل ستركتور دو ديفلوبمون او سان دو سون اوزين ويجيب دي انجينيور توينس باش يعملوه سان سرا با ديدكتيب سان سرا با واحد هاو شنو حاطت الدراسه اللي عملتها الدوله تقول لك بونوس سور لو بري داشا السوم تاع الكيواتور اللي باش تشريه يكون يفترق حسب التو دانتيغراسيون مش كي يبدا التو دانتيغراسيون صفر كيما كي يبدا فما التو دانتيغراسيون 10 20 30% هذا بور لي غروس سنترال سي تري امبورتون علاش خاطر انت بور لي غرو مونتون اك لي سوبيريور ا 10 ميجا راهو عطاهم لا بوسيبيليتي باش يجيبوا كل شيء من غير ما يحسوا لا دروا دوان لا تي في لا حتى شيء على الاقل لو بري داشا يكون مودولي اون فونكسيون دو قداش التو دانتيغراسيون اللي عندك في بلادك لينور بي عندها ان كوميتي دو نورماليزاسيون سي تي 67 اللي هو لاهي بتو سكي فوتو فولتايك يتقوى هذا ويخرج لنا النورم تونيزيان اللي سور لا باز دو لا نورم تونيزيان باش نعملوا الكاي كاي شارج باش يصير ايفيكتيمون لو كونترول تكنيك على امبورتاسيون خاطر لا برودكسيون ناسيونال كما قال بكري سي علي كما قلت انت ما حسناش باش تعمل 100% اما على الاقل اللي يجي ما تجيناش كاملوت نتاع العالم تجي تتصب عنا احنا هون على خاطر اليوم غيان لومبيش ما نحكيش على السوق الموازي نحكي على السوق المهيكل ومن بعد بريفوار لا ريغلومونتاسيون الكلوز انتيغراسيون لوكال في لي كاي تشارج اللي كنا نحكيهم بكري الكونترول تكنيك على امبورتاسيون اللي كنت نحكي عليه توا ومن بعد البروسيدور دو فونت على السوق الداخلي للي توتالمون اكسبورتاتريس على خاطر ما حكيناش وحده من اللي سكرت ديرنييرمون خاطرها توتالمون اكسبورتاتريس ووقت اللي جاتك 2020 الكريز تاع الكوفيد وعلى الكل ما عادش تنجم تبعث حتى شيء لبرا هي ما تخدمش على السوق الداخلي سكرت دونك ضربت عامين حتى لين في الاخر سكرت دونك باش نرجع لهذا الكل فينالمون الحاجه الاخرى قانون المالي ما احنا ولينا بريس كل جمعه نجبدوا على قانون المالي بيان سور خاطر توا القانون المالي اللي قاعد يتدرس توا اللي كنا نحكيو فيه بكري نتاع البروتيكسيون دو مارشي لوكال نزيدوا نطلعوا نرجعوا ما قلناش اللي باش نرجعوا كما كنا في 2016 بوسكي دو الحقوق الجمركيه على لامبورتاسيون من البلدان اللي خاصها خاطر ما ننساوش راه كي يجي من اوروبا ما يخلص حتى شيء يخلص حتى شيء عنده لوروا نعاودوا نرجعوا اللي كان موجود في 2016 معناها على الصين تعملوا على الصين على الصين على البلدان الكل نرجعوا 30% اتسيتيرا كيما واحد دو كي يبدا اي ولكن هو زاد نربطه بحاجه زاد مش نرجع باش نخليه زاد يقعد هكاك زاد زاد لازم نربطه بحاجه باش يطور هو مربوط ديجا ليه هو ديجا مربوط بالسوق ودو هذه نتاع الواحد كما قال بكري راهو معناتها حكايه ايفالواسيون خليني نشوف نعاود نسكر على الاخرين اسكو السوام باش يتيحوا بالحق في تونس ولا لا اسكو
لسوين باش يطلعوا على خاطر انا سكرت لسوين باش يطلعوا ما نشوفوا نقيسوا كيما عملنا راهو للكراهب كيما عملنا كيما قال عملوا في تركيا كيما عملنا للكل شيء في الميادين الاخرى نعاودوا نعملوا لا ميم شوز كيما عملت تركيا اللي كنا نصدروا لها ولينا نستوردوا من عنها اون في لا ميم شوز وغدوه يولي فما ليكوسيستيم يبدا هو يجي نتاع البلاء وحاجه اخرى ما ننساوش اللي تونس ماشي وحدها عندنا على اليمين وعلى اليسار عندنا ليبيا وعندنا الجزائر اللي هما دي بي برودكتور دينيرجي وعندهم الغاز الزوز البلار مثلا جو سي با اوبليجي انا اللي في تونس خاطر فما لانتيغراسيون ريجيونال جو سي با اوبليجي اللي البلار نعمل في تونس الجزائر عندهم معمل نتاع بلار نولي نطلب من المعمل هذاك باش يعمل لي البلار على انا رمل احنا موجود ولا مناش كان ينزل يخدم بين الرمل والبلار انا رمل برشا هما عندهم ديجا عملوا كان هذا برك صاروا في حاجه اخرى حتى الديار تولي فما شراكه صناعيه خاطر الرمل اذا كان تطور صناعه الرمل في تونس راه تنجم مش بار هذايا نجم تطور برشا حاجات اخرى في بالك اللي نصدروا فيه بعثوا لهم بوت 100 دينار دوفيز ماش تدخل ماش تدخل ماش نصدروا وسكروا المعمل تفضل سي عادل اما هذا باش نقولها ونحيي سي عصام شوشان رئيس لجنه الماليه اللي اكيد قاعد يتفرج فينا اليوم نقول له راهو هذايا الحاجه الباهيه في اجراء كيما هذايا مش ينقص من موارد الدوله هذا باش يزيد موارد الدوله ويقوي الصناعه نتاعك والاقتصاد نتاعك دونك حاجه اللي تنجم تتحقق ملا حي فرد مره وزيره الماليه خاطر هي اللي يهمها موارد الدوله مش هو تفضل اي شوف باش نبدا من النقطه اللي قالها سي شكيب قال عنا مؤسسه كان تخدم تصدر 100% اش معناها تصدر في 100 معناها تدخل في الدوفيز تخلص في الاداءات تعطي في مواد الشغل تخلص في الصناديق الاجتماعيه وتبوستي في الكونسوماسيون بيسك دون دي سالير تصدر وتبيع لتركيا هو قال لك تصدر ما يهموش تصدر دونك هذه شركه سكرت كلها منافع لتونس سكرت وجوست تصليح راهي ما سكرتش معناها راقده انفيوس تخدم على روحها جوست حولت لوكال برا ما سكرتش اش عملت تونس الدوله اش منعتها باش تقفل الشركه هذه عملوش لا تلفتوا لها جمله قال شنو قطاع خاص ما تلفتوا لها جمله هذا ماهوش معقول هذا ماهوش معقول في البلدان الاخرين راهو لي كريدي اللي صبوهم فلوس باش يخليوا المؤسسه نتاعهم حيه دعم من المؤسسه هذه شيء كبير دونك خليوا هذه بين ظفرين باش تفهموني شنو نقصد خلينا نفهموا مفاهيم شنو هي قوه الدوله أو قوة الأمة التونسية شنو هي قوتها قوتها في مؤسساتها قوتها في اقتصادها قوتها في مواطنيها قوتها ماهيش في قوة إدارتها احنا عندنا خلط في المفاهيم القوة متاع الدولة ماهيش في قوة إدارتها وهيمنة إدارتها وهشاشة إدارتها لا احنا قوتها في قوة اقتصادها قدرته على المنافسة قدرته على خوض الحرب الاقتصادية خلق الثروة خلق الثروة تدخيل الدوفيز وقتها الدولة بالأداءات وكل شيء تولي مش قوية تولي غنية وتنجم تقوم بدورها وتخفف عن الناس احنا أين احنا من هذا تولي عندها سيادة تولي عندها سيادة واستقلالية ونولي وقتها الدولة مش الإدارة الدولة تولي قوية وعندها سيادة عندها سيادة وتتملح من الناس كل هذه الكلمة اللي انت ما اربطها باللي قلته لك قبل تفهمش معناها كلامي تو نرجعوا للحلول ديريكت في فيما يتعلق بنا احنا اول حاجة أنا مع مانيش معاه إنه التجارة تتنحى، التجارة بنش مارك حد ما قال هذا لا خليني نكمل فكرتي، معناها لازمها تقعد هي باش الصناعة التونسية ما تهربش بينا، لكن في نفس الوقت ماهيش هي الأصل. الأصل هي التكنولوجيا والصناعة التونسية. أول حاجة نعملوها إنه نخلقوا دي نورم، يعني مواصفات. اليوم قبل الغدوة. اليوم قبل، والمواصفات يتحطوا في البورت. في البورد في الدخول باش حتى السلعه والمواصفات نحطوهم بربي خلينا نتفاهموا ما نبداوش نفلموا باش نصعبوا على الناس كل المواصفات الادنى هي اللي يصنع فيها الصناعي التونسي الادنى هذيك اقل حاجه هذيك اقل حاجه كما يعملوا في اوروبا اقل بالضبط. حاجه اللي يعمل فيها المصنع نتاعي يعني باش نحاول نحمي تونس من سلعه اقل من هذيك هذا ما لازموش يقلق التجار خاطر عليك كان يجيب سلعه مخيل ايوه النقطه الثانيه ما هو 10% لي زامبو يا خويا مبروك عليكم باش قال شنو يعاونني زاد القطاع التجاري المصنف على الموازي والسلعه الواحد كي يبدا كل شيء وياخذ ما عادش كومبيتيتيف يدخل تبقاوش نعم
نجي شي تسمى مكونات التصنيع نتاع الاندستري نتاعنا، يعني لي زانترون نتاعو هذوك الكل نحي لهم ديوان، ما عليهم حتى تاكس. بالنسبه لي هو ماشي خلاص ديوان، السلعه اللي يستعملها هو خاصه ان جي بي سبيسيال اللي هو يبدلوا اي نعملوا ان جي بي. تو احنا باش نعملوا ثوره في الطاقه وفي الحكايه هذوم، مره واحده اللي داخل في الطاقات اللي مس الطاقات المتجدده الكل لانترون نتاعو كله اللي ما عندوش ديوان. علاش؟ خاطر يتيحوا لي كودو برودكسيون نربح حاجتين، نربحوا ينجم يزيد يصدر اكثر خاطر اللي انكور بلو كومبيتيتيف، نربحوا انه باش يربح فلوس خاطر من بعد نقول لك شنو باش تفرض عليه، نربح انه ما نمسش التجاره والتجاره تخدم لازم تكون عندها مواصفاتها باهيه وتكون دون دو بول نورم، يولي هو كومبيتيتيف. كي يولي كومبيتيتيف باش يخدم لي، حكينا على الالومنيوم يخليه مصانع توانس، البلاستيك يولي مصانع توانس باسكو ينجم يشري من عنده اور تاكس واور دو دوان، الاخر يساعدوا يجيب له ادميسيون تمبورير ويبيعوا. دونك نخدم الفالور اجوتي التونسيه. هذا الكل فاش نربح؟ نربح اولا انك ال 10% مشات، نربح كواسانس، نربح ان بو على البينيفيس نتاعو، نربح ان بو على البينيفيس نتاع الاخرين، نتاع التجار زاد الاخرين، موارد للدوله. وبالسياسه بالسياسه نعطيه الكاش فلو والفلوس اللي باش يخليونا نمشيو لمرحله ثانيه. نمشيو وقت اللي هو يكبر باش نعمل؟ جو روجوان الكلام اللي قالوه الخير، اقوى حاجه شنو هي؟ انه نهزوا باش نوليو احنا عندنا التكنولوجيا. راهو انت قلت حاجه حلوه بكري، قلت المهم الاستقلاليه نتاع تونس الطاقيه. الطاقيه بالضبط. هي ما اذا كان الاستقلاليه نتاعك هشه على خاطر التكنولوجيا انت ماش عندك نتاع تبدل، ماهيش استقلاليه. هربت من الجزائر تحت تحت شنو؟ هربت من الجزائر تحت تحت شنو؟ الغاز الجزائري يقصد. صح معناها. وليت البانوات نتاع شنو؟ لا لا نقصد تحت هرب. دونك شنو نعمل؟ نحاول قدر المستطاع انه نكون جو ميتريز اون امون، معناها من الاول طريف من التكنولوجيا هذه اللي هي مصنعين نتاعي. بلاش نعملهم؟ نجي اولا سكون ابل لو فينونسمون لا ريشيرش ديفلوبمون، مش بالراو بالتحفيز واللي تحطوا غادي تنحيهم من لامبو، لا لا لا. تعمل كيما في البلدان الاخرين، كيما امريكا، كيما الصين، كيما كوريا، كيما فرنسا، بيجي ريشيرش ديفلوبمون نعطيك. اي خويا شكون الدوله تعطيها؟ اي اي سي ان بيجي تصبوا غادي. هاو تقول لك كيفاش يرجع لها الدوله؟ يرجع لها رابحه برشا فلوس. تقول له عندك 5 سنين كل عام تعطيني لافونسمون تاع الريشيرش ديفلوبمون تاعك، خاطر شنو لوبجيكتيف؟ انه ان سيرتان مومون تعمل لي بروفي تونسي تمشي تسجله عالمين، ريتو تسجيل بروفي يبيع. ما عندك حتى فكره هذاك اش يدخل فلوس لتونس 10 مرات قد اللي يولي تعرف ما يصنعش، يولي شنو يصنعوا بالبروفي نتاعو؟ يصنع هو احنا نقبضوا واحنا نقبضوا واحنا الدوفيز ناخذوه واحنا نقبضوا. اثنين نقول له قدر المستطاع اخدم مع لابوراتوار دو ريشيرش بيبليك، معناها في يونيفرسيتي مش بيبليك، في يونيفرسيتي بريفي ولا بيبليك ما يهمنيش. وكي تحط البروفي نتاعك يكون في العقد انه نسبه من عائدات البروفي تمشي للشيرشور مش لليونيفرسيتي، تمشي للابوراتوار هذاك. تولي انت وقتها للشيرشور نتاعك يوليو عندهم انسنتيف كيما تعمل امريكا تهرب بالاخرين، عنده حاجات اللي تشجعه انه يمشي للريشيرش ويحط حياته في الريشيرش ويدخل البروفي بتاع بعد. لا 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 هذا يتعمل وما تقولوليش نحلم، هذا يتعمل بقرارات. ما انا قلت عندك رؤيه قرارات سريعه وتخي غابيد وفي غدوه ينجم يطبق هذا. ريتو اللابوراتوار كي يخشب قداش من تلميذ يقول لك نعمل ريشيرش ديفلوبمون خاطر باش ياخذ من بعد كونتر بارتي يربح فلوس، خليه يستغنى الاستاذ يولي يعمل حاجه اخرى، هو يستغنى الصنعه بالحق تونس وتخلق التكنولوجيا في تونس، لا ميتريز دو لا تكنولوجي في تونس. علاش قلت لك في الميدان هذا ساهل؟ خاطر مازلنا وبالبوسيمون، مازلنا الكلنا كي الاخرين. الجيوثيرمي مثلا، سامحني في الجيوثيرمي عندنا حمام بورقيبه وعندنا قدامنا قربص، الماء سخون هابط في البحر. تعرف شنو هي الجيوثيرمي؟ تاخذوا تخدموا التكنولوجيا وتعاودوا تصبوا باش يعاود يسخن. احنا قاعدين ماشي كاك، السخانه هذيك مانيش نستعملوا فيها. دو نمشيو للبرودكسيون. الناس هذوما كي استغناوا ما عادش نحي هكا اللي اول انسان لازم يكونسومي تونسي ويعطي المثال هو الدوله. اولا نورمالمون الدوله ما تشري كان من عند المصنع التونسي علامه تونسيه. دوله. اثنين كي باش تعمل محطه نفرض على البراني كان باش يعمل محطه كبيره انه كون دي مارشي بيبليك يعطيك 20% حتى كان انت اغلب 20% تاخذ من تونسي. موجود موجود موجود. ونفرض على استثمار كبير اما كما قلت انت يسوتريت عن تونسي تبقى ها وين نمشي. ستيك اقوى من الدوله. علاش؟ خاطر الاداره اليوم هي الدوله. الاداره هي الدوله. ما يلزمش.
ما يلزمش قلتها 10 مرات لازم من فوق قبل كل ما قدمنا كيفاش قدمنا تلقى رؤيه جايه من عند سياسيين او ما نحبهاش كلمه سياسيين ناس خارج الاداره اللي يجيوا افيك ان كاب الاداره تتبع بالسيف ديكم مشاو هذوكم ورجعنا الدوله بين فيها اول حاجه باش تحمي روحها كي نقول الدوله في معناها الكبير المؤسسات العموميه كل شيء دوله انت اليوم البيجي كيفاش يصير كل شركه قول ابعث لي انت طلباتك يلموه يلموه يطلعوه ولا بيجي مش البيجي من فوق لازمك تعمل هكا وهكا وهكا وانت تمتثل راهو المؤسسات العموميه ما هيش هي الدوله هي ادوات من ادوات سياسه الدوله اش معناها كي نقول انت شنو مدخلها الستيك في البرودكسيون كي انا نحب نطور الفوتوفولتايك او الزينيرجي اخرج من الطرح انت عندك الريزو ديستريبيوشن ومش على كيفك زاد تشري دونك هذا يتعمل ويسهل برشا الامور باهي واضح وفاء هيك هو يزيد اليوم وفاء باهي نشكر برشا سي عدنان على افكارك ديما تكون هكا خارجه على الواحد وهذه حاجه باهره واحنا الاربعه الاخرين ما تشكرنا افكاره غنيه لا لا انتم تشكروا تاكل طبعا يجي هو خاطر افكاره ديما خارجه على مستقبل يوسف سمعت افكارك نتاع انا عندي راي تنجم تخرج تولي مورد ولا خاطر تو اذا كان اللي وصلنا فيه تو تنجم تولي امبورتاتور انت تو وتسكر هو فما هي تخممها كافيريست اون دافير وتخمم كاونتربرونور يا خويا مو تخمم مصلحتك الناس كنت تخمم في مصلحتك كامل دونك نوار دونك دونك برا سيدي ولي ولي شو كسرك وتكسر في راسك في برا هكا ريجل امورك مالوريزمون هذاك لسبي دونتربرونور على الغالب ماهيش اون دافير تولي مورد وكا هو تريد سمعنا شي ناس معناها رؤوس اعمال وناس تخدم ماهمش الكل خايبين فما برشا وطنيين لا لا ما عمرنا ما قلنا خايبين نشكر برشا سي يوسف على حضورك معنا شبيل وان شاء الله تداوم وتقاوم سي علي الكنزاري يعطيك الصحه على المداخلات نتاعك وعلى بون فيهم حاجات اللي هما باهيين فما حاجه برك اللي ما ديك ما قبلتهاش مش مشكل نعديها مش مسلى حاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما عادش تعودها سي عزوز نعم حاجة. نعم على لا 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 ما عادش عندي وقت وفيه لا الكونترول دامبورتاسيون راهو موجود والسيتيم تعمل في اللي تدينا ديناب ديكوراسيون ما فيش نقصد سي نعمل النورم جديده تونسيه تونسيه كالي عليه هو كالي عليه هو عليه هو عليه هو كالي عليه هو عليه هو ما هو لامبورتاسيون سي مراد سي مراد يعطيك الصحه سي شكيب سي علي في بالو معاك اما ما يعرفكش انت وي مي هذيك ما يعرفش المي اللي يدور في الاخر سي عدنان بارك الله فيك يا سيدي موعدنا لحد المقبل في نفس الموعد ربي يحفظ تونس